رح ننتقل الآن معكم إلى موضوع آخر ونتعرف على أحد المشاريع الثقافية التي ستعمل على إعادة تشكيل القرية الفلسطينية العربية بملامحها الأصيلة طبعاً، واللي عانت بالعقود الأخيرة من طمس وتشويه لملامحها الأصلية. نتحدث أكثر عن مشروع حضارة، وواحد من المشاركين بشكل فاعل لهذا المشروع الثقافي البناء والمهم جداً واللي رح يتم تعميمه على الدول العربية، من رحب بالمؤرخ الفلسطيني جوني منصور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. شرفنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. ومنشكرك على دائما جهدك المتواصل بكل المجالات فقط لإحياء ذاكرتنا، هاي الذاكرة اللي هي يعتبر سلاح لنقدر إحنا نتمسك أكثر بحلم العودة. مشروع حضارة يعمل على بناء مجسمات بيذكرنا بالحياة الريفية، هيك بشكل مختصر، لكن التفاصيل عندك تفضل. هو المشروع بيحمل اسم حضارة واسم واسع، لكن في أساسه هو عمليا إعادة تشكيل القرية العربية الفلسطينية التراثية من خلال مجسم اللي يعيد للذاكرة، ونحن نعمل بشكل قوي جدا على موضوع الذاكرة بفعل عملية الإبادة التاريخية اللي حصلت للقرية الفلسطينية، للمدينة الفلسطينية، سواء كان عملية الإبادة السياسية اللي حصلت عام 48 عام النكبة أو ما تلا ذلك من العمليات، أو بفعل تعرف أنا بسميه الزحف الحضاري الحديث والمعاصر على القرية، ومبادرة الناس لأنه في هناك مساحات قليلة من الأراضي اللي ممكن استثمارها للبناء، فبتم استثمار الأراضي القائمة الموجودة وهي في عليها المباني القديمة، إما أن يكون القرار الحفاظ على المباني أو يكون القرار هو إزالة هذه المباني. في حالات كثيرة بسبب احتياج العائلة إلى الأرض وما عليها بتم إزالة المبنى القديم، وهذا شيء يؤسف له طبعاً. خاصة أن هاي المباني بتحمل ذاكرة تاريخية، وبتحمل يعني أنا سميتها مستودع التاريخ والذاكرة، فبتم إزالتها بهدف بناء بيت جديد، شقق جديدة إلى آخره. لذلك إحنا رأينا أنه من المناسب بفعل هذا التحول اللي عم بيحصل على كل حياة القرية، حياة الريف الفلسطيني والعربي بشكل عام، أن نعيد للذاكرة من خلال مجسمات صغيرة حتى نحيي الذاكرة عند شبابنا أولاً، عند أطفالنا، وحتى عند الكبار اللي ما عاشوا هذه الفترة. ولذلك كانت الانطلاقة من الوطن، من فلسطين إلى العالم العربي، والمحطة الأولى والنافذة الأولى هنا في الأردن. أهلين، أهلا وسهلا فيكم. طيب، يعني في هناك أنواع كثيرة للتوثيق، لماذا اعتمدتم على هذا النوع من التوثيق؟ هو من خلال بناء هذا المجسم، واللي زي ما حكينا يعني الهدف هو مش بس يكون في الأردن، لكن أن يعمم على جميع المؤسسات التعليمية والتربوية وجميع المؤسسات اللي ممكن أنها تكون معنية بهذا النوع من المجسمات. لكن ليش تم الاستعانة بهذا النوع من التوثيق من خلال المجسمات؟ هناك عدة أنواع من التوثيق. التوثيق التاريخي التقليدي العادي هو كتابة نصوص. توثيق آخر الصور الفوتوغرافية، وهي أيضا يعني شائعة اليوم في كثير من المواقع بالعالم، وهلا عم تدخل أكثر للعالم العربي، خصوصا أنه الصورة الفوتوغرافية تعكس لنا الحياة اليومية اللي كانت تجري في فترة زمنية معينة. في هناك توثيق بالأفلام السينمائية والأفلام الوثائقية، الصوتيات على مختلف أنواعها. اليوم في أيضا توثيق بواسطة كل البرامج التكنولوجية المعاصرة الموجودة عبر شبكات التواصل. أيضا هناك وسيلة جديدة قديمة، أنا أسميها جديدة قديمة، وهي التوثيق الملموس المادي اللي نستعمل فيه الحواس بشكل فعلي، خاصة حاسة البصر. وأحيانا ما هو بالمجسم فيه أيضا صوتيات، يعني صوت الماء، المي مثلا على عين المي، الحركة اللي بتكون في القرية بتعطي نوع من الجو. هذا التوثيق هو عملية يعني إنعاش الذاكرة أولا، ثانيا إنعاش الذاكرة لمن؟ لمن عاش تلك الفترة والآن افتقدها، ثانيا لمن لم يعش في تلك الفترة ويريد أن يتعرف عليها، أو نحن نريد أن نعرفه عليها. لذلك نحيي العملية التوثيقية بواسطة مجسمات صغيرة بمقاسات علمية مبنية على أسس هندسية وتصميمية. يعني المسألة مش بشكل عشوائي طبعاً. إنما أخذنا مقاييس معينة لمباني قائمة موجودة وحولناها بشكل أنه يكون موجود على طاولة بطول مترين بعرض متر، مغطاة بألواح زجاجية آمنة تحافظ أيضا عليها، وأيضا تحافظ على سلامة المتفرج والمتلقي أمام هذا المشهد الجميل جدا للقرية العربية.
نعم. طب إذا عم نحكي عن المفروض شريحة واسعة يعني تستفيد من هالفن، الفن اللي بيحافظ على ذاكرة وبيحافظ بنفس الوقت على التراث، حضرتك كتبت مجموعة كتير كبيرة من الكتب وأيضا لك تجربة مهمة في حقل التعليم، هاي التجربة كيف راح نقدر نطبقها بمجال التعليم؟ قديش الأطفال الجيل الجديد اللي زي ما أنت حكيت يمكن ما بيعرف طبيعة القرية والريف ممكن يتعرف عليها؟ المجسم عمليا هو ليس فقط مجسم إنما يرافق كتاب، الكتاب موجود أمامك هنا على الطاولة، الكتاب فيه معلومات كثيرة جدا عن حياة القرية المادية اليومية سواء كان بمواسم الزراعة المختلفة، القرية بأساس اقتصاده هو اقتصاد زراعي. ثانيا الاقتصاد المهني الحرفي أيضا فيه بالقرية كان حرفيين ومهنيين. ثالثا العادات والتقاليد التي كان يمارسها الإنسان سواء كان الفلاح ولا المهني ولا المثقف والمتعلم اللي حصل على شيء من الثقافة والتعلم في فترة معينة. أعطينا مجمل حياة القرية مع صور مع فعاليات اللي يمكن للمدرس أو المدرسة أو الناشط في مجال العمل الجماهيري، لأن الكتاب ليس محصولا فقط في يعني تتميم دعنا نقول حصة تعليمية في المدرسة وإنما أيضا في مواقع وهيئة تعليمية، يمكن أن ينفذ هذه الفعاليات بواسطة التعريف. وإحنا أساسنا أن نعرف الطفل طبعا، وأنا بحكي على طفل ابتداء من عمر 3 سنوات وحتى عمر 18 يعني في كل المراحل العمرية والمراحل التعليمية بيقدر أنه يمارس الفعاليات المختلفة وأحيانا ممكن يمارسها لوحده طبعا. فمجرد أنه عملية الممارسة بفعاليات اللي فيها قص أوراق وكرتون ورسم وتصوير وأيضا في مقابلات شفوية بإمكانه أن يتوجه للكبار بالعمر، هاي إحنا يمكن نفتقدها مع أبنائنا اليوم اللي إحنا بنسميه أبناء الشاشات يعني هم كل نهار على هالشاشات ما في عندهم هاي العلاقة البشرية خاصة مع الكبار بالعمر. الكبار بالعمر هم اليوم وحيدين بحاجة لمن يتحدث معهم. هذه وسيلة أنه يتقربوا منهم. جميل، ما ضل معنا وقت، بس سريعا عشان نوصل الرسالة لجميع المهتمين بالحصول على هذا المجسم، كيف بيقدروا يتواصلوا معكم؟ ممكن التواصل يعني خلال أسبوع بيكون في عنا إحنا موقع بيحمل اسم حضارة. نعم. ممكن التواصل عبره عبر صفحة على الفيسبوك. على الفيسبوك حضارة. نعم حضارة. نعم. ممكن يتواصلوا معنا ومع المسؤولين عن مسألة وقرية التصوير. بستطيع الحصول على هذا. باستطاعتهم يحصلوا على هذا التصوير المجسم وبإمكان المؤسسة أن توصل المجسم إلى أي مكان في العالم العربي. تمام. كل الشكر لك، شرفنا أستاذ دوني، يعطيك ألف عافية على جهودك.